أهلا بكم. يتبوأ العراق المراتب الأولى من بين أسوأ دول العالم في الإفلات من العقاب وفق الجرائم بسبب الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والناشطين في التظاهرات وفق المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، المؤشر الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين الأمريكية عام 2020 أرجع أسباب الإفلات من العقاب إلى الفساد وضعف المؤسسات وعدم وجود إرادة سياسية جادة وحقيقية لإجراء التحقيقات. وكان ناشطون عراقيون في الخارج بدأوا التحشيد لمسيرات في 18 من شهر تموز الجاري تحت شعار إنهاء الإفلات من العقاب ضد تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتغول الميليشيات بعد مماطلة بل تنصل حكومة الكاظمي من وعودها السابقة بالكشف عن هوية قتلة المتظاهرين واغتيال الناشطين المدنيين وتقديمهم إلى العدالة. سياسة الإفلات من العقاب المستمرة في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم والدعوات إلى إنهائها وتقديم القتلة إلى العدالة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف ترسخت ثقافة الإفلات من العقاب في العراق بعد العام 2003 رغم الفظاعات والجرائم المتنوعة التي ارتكبت خلال هذه الحقبة؟ وكيف ساهمت سياسة الإفلات من العقاب في تصاعد الجرائم والفظاعات والانتهاكات غير الإنسانية في العراق خلال الفترة الماضية؟ وما مساهمة التغاضي بل الدعم الأمريكي لقوى السلطة وميليشياتها في العراق في إغرائها بارتكاب المزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب؟ وما الأخطار المترتبة على منهج الإفلات من العقاب السائد في العراق منذ 18 سنة؟ وما المعول عليه في حملة الناشطين العراقيين في الخارج لإنهاء حلقة الإفلات من العقاب وتقديم القتلة إلى العدالة وإنصاف ذوي الضحايا؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، معن الجيزاني علي الخفاجي. عندما لا يرى المجرمون والقتلة جهة تحاسبهم وتردعهم عن جرائمهم فإنهم يتمادون بها ويتفننون بإيجاد طرق جديدة لها، فهم في هدوء وأمن من المحاسبة، بينما أولياء الدم في حسرة وخوف لا يجدون من ينتصر لهم وينصف دماء ذويهم. هذه القاعدة ليست في شريعة الغاب فحسب، بل باتت ظاهرة تميز البلدان التي لا قانون فيها، وعلى رأسها عراق ما بعد 2003 عندما غاب القانون وفسد العقد الاجتماعي وبات البقاء للأقوى على حساب المظلومين والمضطهدين. الإفلات من العقاب في العراق أصبح سياسة ممنهجة أعطت مهندسي الجريمة المنظمة ضوءاً أخضر للقيام بعمليات القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، ولعل ذلك ما يفسر تحول العراق إلى أكبر مستودع في العالم للمخفيين قسراً. عدم وجود قانون رادع للجريمة في العراق عائد إلى أن القائمين بهذه الجرائم هم صناع القرار في الدولة العراقية ولهم أذرع في الحكومة والبرلمان ويهيمنون على الجهاز الأمني، فإلى أي طرف يشتكي العراقيون إذا كان الجاني هو القاضي بدمائهم؟ وتنسحب تداعيات سياسة الإفلات من العقاب على عمليات القتل التي اشتدت ضد متظاهري ثورة تشرين وتسببت بسقوط آلاف الجرحى والشهداء، فوجدت الميليشيات على وجه الخصوص في غياب العدالة فسحة لها لاستهداف الناشطين، وكان آخرهم وليس الأخير بطبيعة الحال الناشط إيهاب الوزني. ورغم التظاهرات والمطالبات الدولية بمحاسبة القتلة لم تجد أم الوزني من ينصفها. وما يعزز سياسة الإفلات من العقاب في العراق هو الصمت الدولي الرسمي على هذه السياسة، فإذا كانت البعثة الأممية في العراق تؤدي دوراً سلبياً في هذا الإطار فكيف بالجهات الأخرى؟ وعي العراقيين بأسباب الجرائم المنظمة ودوافعها والمتسببين بها جعلهم يوقنون أن الخلاص لا يأتي من المنظومة الحاكمة الحالية المبنية أساساً على القمع المطلق لكل من يعارضها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في ثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت منذ العام 2003 وما زالت مستمرة، ودعوات الناشطين العراقيين في الخارج لإنهاء هذه السياسة وتقديم القتلة قتلة الصحفيين والناشطين والمتظاهرين إلى العدالة. ضيف طاولة الدكتور
رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من واشنطن معن الجيزاني الصحفي الاستقصائي العراقي، ومن بنسلفانيا أيضا الدكتور علي الخفاجي الطبيب العراقي المساند والمؤازر لثورة تشرين في العراق. فأهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ مع معن الجيزاني. مساء الخير أستاذ معن. مساء الخير أستاذ ماجد، لك ولجمهورك العزيز. أهلا وسهلا. الحقيقة الناشطون العراقيون في الخارج أطلقوا حملة تهدف إلى إنهاء ثقافة أو حلقة الإفلات من العقاب المستمرة في العراق، والتي أغرت القتلة والميليشيات والمافيات بارتكاب المزيد من الفظاعات والجرائم، قتل، اغتيال، تغييب، تهجير وما إلى ذلك. ما الذي أردتموه من هذه الحملة؟ أنت طبعا يعني الحقيقة أحد القائمين الرئيسيين على هذه الحملة. شكرا جزيلا أستاذ ماجد على هذه الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع المهم. حملة إنهاء الإفلات من العقاب أعتقد أنها يعني تبلورت كفكرة بعد أحداث انتفاضة تشرين. إحنا يعني المشاهد اللي شفناها خلال تشرين وعمليات القمع اللي كانت يعني وحشية ويعني مسجلة وكل العالم كان يتفرج عليها، اكتشفنا أنه العالم يعني ما كان كثير مكترث لما يحدث للعراقيين، واكتشفنا أيضا بأنه احنا كنا نناشد طوال الوقت وكنا نطلب من العالم أن ينظر إلى حجم الجرائم التي كانت ترتكب. يعني أكثر من أنه يقتل أكثر، يعني اليوم حوالي 1000 متظاهر وناشط قتلوا منذ أحداث تشرين وحتى الآن، إضافة إلى آلاف الجرحى. العالم كان يتعامل مع العراق بطريقة مع العراقيين بطريقة من الاستخفاف والاستهانة. بعد كل هذه الأحداث التي جرت لم يتم يعني توجيه تهم أو لوم حقيقي للحكومة العراقية على استخدام العنف المفرط والوحشي تجاه العراقيين، إضافة إلى طبعا جرائم كثيرة طالت عراقيين من مختلف المناطق، ولأسباب يعني قد تتعلق بالخدمات، أسباب تتعلق بالحريات العامة، أسباب تتعلق بحق التظاهر، أسباب تتعلق ب يعني الحياة اليومية للعراقيين. كان دائما تواجه تلك المطالب من العراقيين بعنف مفرط وقتل واعتقالات وخطف حتى، ولا توجد حلول. فعملية ربط كل هاي الأشياء يعني دائما ما تؤدي بك إلى فكرة الإفلات من العقاب. جميع ما يحدث للعراقيين منذ 18 سنة وحتى الآن كلها مرتبطة بفكرة الإفلات من العقاب. عمليات الفساد الممنهجة والمنظمة، عمليات القتل، تشريع الميليشيات المسلحة، الاقتتال الطائفي، يعني حتى موضوع تقصير المسؤولين الحكوميين. يعني أنا دائما أقول أنه ليس قدرا على العراقيين أن تحكمهم مثلا حكومة فاشلة أو حكومة فاسدة. دائما ما يدعمها المجتمع الدولي بصورة غير مشروطة ومطلقة، أنه هذا هو نتاج الديمقراطية، هذا نتاج يعني أصوات العراقيين وإرادتهم عبر صناديق الاقتراع. ولكن في نفس الوقت الدولة يقول الانتخابات مثلا يتم التشكيك بها، أو لم يشارك بها، يعني نسبة المشاركة كانت ضعيفة، وهناك عمليات تزوير. وحتى مثلا بالآونة الأخيرة بدأ الأمريكيون يعترفون بأنهم لم يحترموا إرادة العراقيين في انتخابات 2010 مثلا. نعم. وبنفس الوقت يطالبوك بأن تذهب إلى صناديق الاقتراع وأن تختار عملية التغيير عبر هذه الآلية الديمقراطية. نعم. أعتقد بأن المجتمع الدولي يقدم مقاربة غير صحيحة للملف العراقي. عملية الدعم هذه غير المشروطة للحكومة العراقية رغم فشلها ورغم فسادها، ولا أتحدث أستاذ معن اسمح لي، سنتحدث عن دور المجتمع الدولي، مساهمة المجتمع الدولي في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وإغراء الميليشيات بارتكاب المزيد يعني من الجرائم والفظاعات. اسمح لي نتحدث عنه إن شاء الله. بس أحب أضيف هنا الفكرة أنه
لأنه لا يوجد صوت حقيقي للعراقيين في الداخل أو في الخارج يستطيع أن يفرض على المجتمع الدولي الأولويات الحقيقية للعراقيين. ارتأينا أن نطلق هذه الحملة، نعم حملة إنهاء الإفلات من العقاب، نعم للتوجه للمجتمع الدولي بصوت واحد جميع العراقيين، وبهذا ما سنفعله يوم 18 تموز في نعم عواصم كثيرة حول العالم. سيخرج العراقيون بأعداد كبيرة ليقولوا للمجتمع الدولي عليكم بأن تغيروا أولوياتكم في العراق. العراق الأولوية الآن ليست الاستمرار بدعم الحكومة العراقية الفاشلة والفاسدة، الأولوية الآن بالضغط على الحكومة العراقية نعم وإجبارها على تطبيق إنهاء الإفلات من العقاب، لأن إنهاء الإفلات من العقاب هو الباب والمخرج الوحيد لكي يكون هناك دولة قوية وحقيقية في العراق تستطيع أن نعم تفرض القانون والمحاسبة وتذهب بجميع المرتكبين، سواء كانوا لصوص اعتدوا على الخزينة العامة وسرقوا أموال العراقيين ومواردهم، أو كانوا نعم ميليشياويين وقتلة، أو كانوا إرهابيين. الجميع يجب أن يخضع للمحاسبة بدون استثناء نعم حتى يتحول العراق إلى دولة طبيعية. أشكرك دكتور رافع. هذه الثقافة، ثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت، ويتحدث أيضا زميلنا معا أنه كانت هي السبب الرئيسي لكل هذه الجرائم، لأن المجرمين يرتكبون جرائمهم سواء كان في الفساد، في الاعتداء على المال العام، في التهجير، في التغييب وغيرها من الجرائم، اغتيال ناشطين وصحفيين. كيف ترسخت هذه الثقافة؟ كيف وجدت هذه الثقافة؟ كيف استمرت هذه الثقافة حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد، وأحيي ضيوفك الكرام الطبيب علي الخفاجي والصحفي معاني الجيزاني. أهلا وسهلا. أقول الحقيقة ربما علي أن أقول بداية أنه هذه الحملة اللي تحدثتم بها مع ضيفكم الأستاذ معن، ربما ليس ربما بل بالتأكيد هي متأخرة جدا، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. لأنه مثل ما قال الأخ معان، قال أنه هذه تشمل الجميع، تشمل كل القتل اللي حدث، كل السرقات، كل الفساد اللي حدث من 18 سنة لحد الآن. ونحن نتذكر قتل مئات الكفاءات، مئات العلماء، مئات الأطباء والمهندسين، وتهجيرهم وتهجير الناس، والفساد وإشاعة الفساد وإشاعة المحاصصة، كتابة دستور مشوه، كل هذه كلها تجمع. وقتل الناس الآن لدينا في العراق ربما يعني نتباهى بأكبر مقابر في الدنيا، لأن لدينا عدد من القتلى ربما يتجاوز المليونين قتيل من 18 سنة لحد الآن. فبالتالي لدينا كارثة كبيرة الحقيقة، وكل القتلة، كل المجرمين هم خارج جدران السجون، خارج الزنازين. فبالتالي هذا يذكرني أو يجعلني يعني أقول أو أردد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولا أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف الأغنياء، يعني الشريف شريف القيم، لكن يقصد الأغنياء أصحاب النفوذ والحكم. بالتالي نحن هذا الذي عندنا في القانون الدولي، الإفلات من العقاب، يعني عدم تقديم مرتكبي جرائم الانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا يعني نكران حق الضحايا في العدالة والإنصاف. نحن في العراق لدينا فوضى، وهذه الفوضى تجيب على سؤال حضرتك، هذه الفوضى جعلت من القانون غير موجود، كل الحكومات ضعيفة، وكل ورؤوس كثيرة تحكم في العراق، وربما وقلتها أكثر من مرة، ربما أضعف هذه الرؤوس هو رأس الحكومة. كل الرؤوس هي التي تحكم، وكل الرؤوس تسخر القانون والدستور وكل هذه الأمور التي يتحدثون بها لمصالحهم. عندما يحتاجون القانون يستعملونه ويتحدثون بالقانون، عندما يكون القانون ضد مصالحهم يدوسونه بأحذيتهم، وهكذا بالنسبة للدستور لكل شيء. فبالتالي لدينا صورة مشوهة، مصيبة كبيرة في الحكومات كل العالم. ربما الفكرة هنا تتلخص، كل حكومات الدنيا تسعى إلى تحقيق فكرة اسمها فكرة الردع العام، وهذه فكرة الردع العام تأتي من حماية القيم والمصالح الاجتماعية أولاً، ثانياً من تحقيق العدالة، إنصاف المظلومين مثل ما تحدثنا، وتأمين حق الضحايا، وثالثاً المنع العام، إشعار الناس بحجم الألم
والعقوبة التي تلحق بهم إذا ما ارتكبوا الجرائم، هذه غير موجودة عندنا. فبالتالي الحكومات التي شكلت من عام 2003 لحد الآن 18 سنة في ظل ما يسمى الديمقراطية وظل ما يسمى الحرية والانفتاح والازدهار، كلها مجرد أدوات لقمع الناس، لانتهاك حقوقهم تحت عباءة الديمقراطية والحرية والحرية السائبة، وهذه انفلات حقيقة وفوضى عارمة جدا جدا. نحن لا ندعو للاستبداد، لا ندعو للدكتاتورية، لكن ندعو للانضباط، ندعو إلى أن القانون هو الذي يسود. عندما لا يسود القانون كل قوى في الدنيا، الآن المجرم لدينا ليس مجرما ما تبعا لما ينتمي إليه، تبعا إلى الإطار الذي ينتمي إليه، تبعا إلى المجموعة التي ينتمي إليها. إذا كانت هذه المجموعة مؤثرة في القرار السياسي فهو ليس مجرما مهما ارتكب. فبالتالي الإفلات من العقاب صار ثقافة يراد منها أن تشاع بالمجتمع وأن تترسخ، وعلى الضعيف أن يدفع ثمن ذلك، والضعيف هنا هو المواطن العراقي مع الأسف. سنتحدث أيضا إن شاء الله عن مخاطر استمرار حلقة الإفلات من العقاب على الدولة وعلى المجتمع في العراق. نذهب إلى بنسلفانيا ونرحب بضيفنا الدكتور علي الخفاجي، الطبيب العراقي والمساند والمؤازر لثورة تشرين في العراق. مساء الخير دكتور علي. مساء الخيرات أستاذ ماجد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي إلى ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. تعتقد أنه مثل هذه الحملات، حملة الإفلات أو ضد أو إنهاء العفو الإفلات من العقاب في العراق التي أطلقها ناشطون العراقيين في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون رادعة للقتلة في العراق، لإيقافهم عند حدهم، لإيقاف هذه الجرائم، خاصة وأنهم جزء رسمي بين قوسين من نظام يحظى بدعم منقطع النظير من المجتمع الدولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل لحد الآن؟ بالحقيقة هو سؤال جيد جدا. أكو عندنا يعني خيارين. نعم. الخيار الأول أنه ما نسوي شيء ونسكت والأمور تستمر، وبالتأكيد هذا الخيار سيؤدي إلى يعني مثل ما يقولون يستمرون بالقتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الإنسان، يعني كل الأشياء اللي يتكلم عليها أخي أستاذ معن. والشيء الثاني نسوي هالشيء هذا وما عندنا احنا ما بهالفعاليات اللي نسويها وبهالتحشيد والراليز وان شاء الله المظاهرات اللي راح نسويها في خارج العراق، ممكن انه يكون بها فائده وتاثير حقيقه على المجتمع الدولي. يعني هو انا من اشوف الموضوع هذا كله، اشوف العراق كمريض من مرضاي اللي يجوني بحاله، يعني طبيب بالعنايه المركزه، طبيب يعني مريض حالته تقريبا منتهيه، ويقولوا لي يابا حاول انه تساعد هذا المريض. فاحنا نباوع على نسوي يعني انفستيجيشن ونسوي تحليلات ونسوي هيستوري وناخذ ونوصل النتيجه انه شنو المشكله بالعراق. المشكله بالعراق اذا تريد تلخصها كلها حقيقه هي الإفلات من العقاب، هذه المشكلة. فإحنا بنحاول على الأقل، طب كنا متطوعين، كنا ما مدعومين من لا دولة ولا حكومة ولا يعني، لأنه تسرح تبدي الناس تسمع أنه منو ذولا، معروفين إحنا كنا وما عندنا أي ارتباط بأي جهة وما عندنا أي دعم من أي جهة حقيقة. إحنا بنحاول بجهودنا وبجهود كل العراقيين الخيرين أنه نحاول إن شلون يقول لك يعني دكتور دكتور اسمح لي، التهمة من السلطة وميليشياتها وإعلامها جاهزة أنكم جوكرية. إيه بالضبط أنا باوع خلي أقول لك شيء، يعني هذه اتهامات قمت ما أسمعها أنا. نعم. بعد لأن هذه جوكرية ودواعش وأزلام النظام السابق، يعني هاي القوانة مثل ما أقول هذه. نعم. بعد مستحيل واحد من عندنا يهتم إلها لأنه هذه الاتهامات جاهزة، والحقيقة حتى الرأي العام في العراق صار يعني يتعامل معها باستخفاف واستهزاء، بل تشعره بالغثيان. أخي العزيز، حكم العراق أكو كانت فد أرتيكل طلعت بالنيويورك تايمز بداية 2020 أتصور، مقالة
حكم اللصوص. نعم. هذا انت نشوفه. احنا انا اقول حكم اللصوص وحكم القتلة. نعم. زين، يعني انا مثل ما قلت لك طبيب، من اشوف ناس من ابناء شعبي 82 مريض رايحين دا يتعالجون من وباء كورونا بمستشفى، اللي هي على حسب كل التقارير اللي سمعتها كانت مسوي لها تحديث ورينوفيشن، احترقوا بالمستشفى. يعني هذا، هل اكو أسوأ من مريض يروح المستشفى ويحترق بالمستشفى؟ زين، منو تعاقب؟ منو تعاقب؟ وزير الصحه قدم استقالته، هو هذا كل العقاب اللي صار. المهم هي هذه ثقافه الافلات من العقاب يجب ان تنتهي، لان انا باعتقادي وباعتقاد كثير من عندنا انه هذا هو اساس البلاء الموجود في العراق الان. وحتى اذا الناس قامت يعني تستمع للنداءات اللي نسويها للمجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي مثل ما قال اخويا معن، يعني فول سبورت دي يسوون للحكومه العراقيه، يعني دعم كامل جدا. احنا مو ضد دعم المجتمع الدولي للعراق، لكن دعم لناس واشخاص وحكومه انه ما تحاسب المقصرين، ما تحاسب القتله، ما تحاسب اللصوص. مليارات الدولارات، انت بشرفك اسالك سؤال، العراق هسه كهرباء قد بعد 18 سنه كهرباء ماكو بالعراق؟ يعني شنو هالاستهتار؟ شنو هالاستهتار يعني بالناس؟ يعني ناس شعب درجة الحرارة 50 درجة مئوية وفوق ما عندهم كهرباء. هذا في بلد غني بطاقاته، غني بأمواله، غني بنفطه، غني بغازه، ايش حصل؟ وطبعا دكتور، هذا اسمعني دكتور، بس حتى قبل ما نروح الى فاصل، انت جزء، يعني ايضا انت واخرون طبعا جزء من حمله انهاء الافلات من العقاب، تعتقد كان هناك تفاعل او تجاوب ايجابي مع هذه الحمله من العراقيين المقيمين في الخارج؟ انا اريد اقول لك التجاوب نعم. اكثر ما كنا نتوقع. نعم. حقيقة. نعم. يعني 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 تجاوب عظيم جدا. طبعا اكو تجاوب، حتى التجاوب صار ويانا من ناس، يعني ما اقول لك، يعني قسم سجلوا فيديوهات، وناس دعمتنا بالكلام الجيد، ناس دعمتنا بالريتويت. احنا شنو عندنا امكانياتنا ترى حقيقة. نعم. كنا متطوعين، فبالتأكيد صار اكو تجاوب كبير جدا، واحنا نقول هذه البداية وليست النهاية، هذه بدايات خطوات. خاصة كان هناك دعم من الشخصيات العامة، من صناع رأي. طبعا. نعم. طبعا بالتأكيد، وكلها راح منشورة بالويب سايت، بالحسابنا على تويتر، حسابنا. نعم. على الفيسبوك، وحسابنا على الانستغرام. نعم بالتأكيد. أشكرك دكتور، خلينا نتوقف عند هذا الفاصل، وبعد الفاصل نعود فنكمل النقاش في سياسة الإفلات من العقاب المستمرة في العراق والدعوات لإنهاء هذه السياسة في العراق. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في سياسة الإفلات من العقاب المستمرة في العراق منذ عام 2003 ودعوات الناشطين في الخارج لإنهائها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والصحفي معن الجيزاني والدكتور علي الخفاجي. معن، تحدث الدكتور علي الخفاجي أنه واحد من أهداف حملة إنهاء الإفلات من العقاب التي أطلقها الناشطون في الخارج هو تعريف المجتمع الدولي بحقيقة الوضع الذي يجري في العراق،
وتحدث أيضا أن المجتمع الدولي أو المنظومة الدولية خاصة أمريكا داعم قوي للنظام الميليشياوي الفاسد في العراق. تعتقد أن المجتمع الدولي، أمريكا مصممة هذا النظام، راعية هذا النظام، داعمة هذا النظام، لا تدري بحقيقة الوضع في العراق، لذلك لابد من حملة لتبصيرها لنقل حقيقة الوضع المزري في العراق؟ شكرا أستاذ ماجد على هذا السؤال. طبعا كلام دكتور علي هو الكلام الواقعي اللي انطلقت من عند هاي الحملة. نعم. اللي احنا طبعا في حوار دائم مع الباحثين الامريكيين هنا بواشنطن، فكرة انه الولايات المتحدة تدعم هذا النظام بشكل غير مشروط، هي هاي الفكرة الاساسية اللي نحاول احنا نغيرها او نحاول نصوب اتجاه يعني طريقة الدعم الامريكي للعراق بشكل عام كدولة وكشعب، انطلاقا من اولويات مختلفة. الولايات المتحدة تنظر إلى العراق أنه لا يوجد، يعني هم دائما يقولون أنه لا يوجد بديل أو ما هي البدائل المتاحة لهذا النظام أو لهذه السلطة، لا يوجد مثلا مجموعة عراقية منظمة، لا يوجد خطاب عراقي منظم، لا يعني عليه إجماع كبير من شريحة كبيرة بالعراق. الأصوات العراقية للأسف هي أصوات مشتتة. أنا بالبداية قلت أنه من الأشياء اللي لاحظناها خلال انتفاضة تشرين أنه الأصوات العراقية سواء بالداخل أو بالخارج ما قدرت تتأثر أو تقدم أو تسوي ضغط إلى تأثير حاسم على الرأي العام العالمي بان ما كان يجري بهذاك الوقت. معاً خلي في هذه النقطة، نقطة أنه الأمريكان نعم. يعتقدون أنه ليس في العراقي كيان أو تيار أو مجموعة مؤهلة. طيب ما الذي يمكن يفعلوه لو أن كان هناك، نفترض جدلا الآن هي كيان أو تيار أو مجموعة وطنية عراقية، ما الذي يمكن أن يفعلوه الأمريكان تجاه الوضع في العراق؟ هو إذا هذا التيار اللي تتكلم عنه أنت قدر يفرض نفسه بالساحة العراقية وتكون عنده شعبية كبيرة بين أوساط المجتمع العراقي، فهو راح يفرض نفسه على الأمريكان وعلى غير الأمريكان. يعني القضية واضحة اليوم، المجتمع الدولي ينظر إلى السلطة بالعراق أن فيها ممثلين من كل الطوائف، هناك أحزاب سنية وأحزاب شيعية وأحزاب مسيحية وإيزيدية وكردية، والجميع موجود في هذه السلطة. كيف تدار العملية ومن يسيطر وحجم النفوذ الخارجي هذه قصة أخرى، ولكن اليوم أنت الجميع مشترك اليوم وممثل في هذه السلطة. العراقيين عندهم مشكلة مع طريقة إدارة الدولة، مشكلة مع الأحزاب السياسية والميليشيات والشخصيات التي تدير الدولة العراقية. كيف بالإمكان يعني إقناع المجتمع الدولي بأنه هذا النظام بالإمكان إصلاحه؟ أنا إحنا أحكيناه كنظام سياسي، هذا النظام السياسي المتنوع اللي يضمن حرية تعبير وحرية رأي، ممكن العراقيين يطوروه بالمستقبل، ولكن كيف نتخلص من الأشخاص والأحزاب الذين يديرون هذا السيستم أو هذا النظام؟ هنا المشكلة الحقيقية. المجتمع الدولي والولايات المتحدة تقول لك الطريق الوحيد للوصول إلى هذا الحل هو عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات، اللي يقول الناشطين العراقيين والمحتجين والمعترضين على العملية السياسية بأنه البيئة السياسية الحالية الموجودة بالعراق تجعل من الصعوبة أن ناخذ هذا الطريق، يعني الطريق الانتخابات وصناديق نغير، لأن خاصة وأنه يعني جرب خمس مرات الآن، خمس أو ست دورات انتخابية جربت، والوضع صار من سيء إلى أسوأ. البيئة السياسية لا تسمح بوجود بدائل، لا تسمح بوجود خيارات أخرى. نعم. اليوم أي حزب سياسي مستقل خلينا نقول عن هاي الأحزاب أو هاي المنظومة ما عنده تفاهمات وحصص بهذه الدولة، وتيار شاب خلينا نقول عابر للطوائف يتشكل اليوم ويريد يدخل ويشتغل مثلا على الأرض ويتكلم عن الميليشيات وعن السلاح المنفلت وعن الفساد، يقدر؟ ما يقدر.
لانه راح يختالون او يختطفون القاده مال هذا والاعضاء مال هذا الحزب، وما راح يقدر يشتغل بالعراق. اذا البيئه الموجوده لا تسمح بوجود خيارات، فلهذا يتوجهون الى المجتمع الدولي يقولون لازم تتغير هذه البيئه، نعم، وتسمح يعني خلق بيئه جديده تسمح بوجود بدائل ووجود خيارات. انتم مو تطلبون بدائل وخيارات؟ نعم. اخلقونا بيئه سياسيه تسمح بولاده بدائل وخيارات جميل. جديده، حتى العراقيين يقدرون يقدمون هذه الخيارات ويقدرون ينافسون بشكل طبيعي وشكل نزيه، وينافسون على الأقل هذه الأحزاب الموجودة بشكل متساوي، نعم، يعني متكافئ. فهي هاي المشكلة، شلون تقدر تقنع المجتمع الدولي؟ أشكرك. واضح. بتغيير البيئة. تغيير البيئة منين يجي أستاذ؟ نعم. من الضغط على هذه الدولة، على هذه السلطة، بتطبيق واضح إنهاء الإفلات من العقاب. هذه نقطة مهمة، خلينا نقولها دكتور رافع. دكتور، هذه حجة وجيهة ومقبولة أن الأمريكان أو الأمريكيين يجابهون الناس العراقيين، أنه ليس هناك من بديل مؤهل، بديل وطني قادر على قيادة المرحلة. يعني هذه الحجة تبرئ الأمريكان من الوضع الذي صنعوه في العراق، تزيح عن كاهلهم هذه المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية. أستاذ ماجد، أنا سمعت يعني حوارك وسؤالك للأستاذ معن وإجابة الأستاذ معن المحترمة، نعم، لكن أنا أختلف في جزئية كبيرة من هذا الموضوع. نعم. يعني عندما يقال أن أمريكا تنتظر قوة تخرج لكي تساندها أو تقنعها بهذا الشيء، أو حتى المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقتنع بوجود قوى على الأرض عراقية قادرة أن تفعل شيء، ما ثورة تشرين الشباب هذا اللي خرج لشهور كاملة أقنع العالم كله، والصورة كانت واضحة أنهم ضد هذا النظام وضد أحزابه وضد ميليشياته وضد كل هذه عملية السياسية. لكن ما الذي حدث؟ ما الأمم المتحدة في كل قرار، في كل تقارير يونامي، أقرأ تقارير يونامي عندما يتحدثون عن الناشطين الذين قتلوا، عن المتظاهرين، عن تغييب العدالة، عن الإفلات من العقاب، كلها تشير إليها، لكن في نفس الوقت تدعم الانتخابات القادمة، تقول إنه الانتخابات القادمة. طيب إذا كنتم تدعمون حكومة تقولون إنها غير قادرة على أن تؤسس لقانون في على الأرض، غير قادرة أن تحمي القانون، غير قادرة أن تحمي الناس، غير قادرة أن تحمي حقوق الناس، غير قادرة أن تحصل حقوق الناس، كيف تدعمون حكومة تقيم انتخابات لكي يغير الناس هؤلاء؟ منطق غريب عجيب. القضية الحقيقة أنا أعتقد أنه قضية الإفلات من العقاب يجب أن تستقصد العراقيين أولاً وليس المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعني لنضعه في أولوياتنا الثانية والثالثة. الأولوية الأولى هي المجتمع العراقي. إذا ما المجتمع العراقي استطعنا أن نحرك المجتمع العراقي بهذه الحملة الطيبة التي يقودها هؤلاء الأشخاص الرائعين، إذا ما استطاعوا أن يحركوا المجتمع العراقي باتجاه المطالبة بحقوقه والخروج بموجات كبيرة تزيح كل هذا السواد، سيضطر المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الموجات. دكتور اسمح لي، خليني نعم. دكتور أنا راح أختلف وياك هذه المرة. نعم. العراقيون من 2003 الحقيقة جابه الاحتلال، جابه بالعمل المسلح مقاومة، ثم بالتظاهرات، تظاهرات 25 إشباط التي خرجت في 55 مدينة في العراق، تظاهرات المحافظات على نهاية 2012، تظاهرات 2018، تظاهرات تشرين التي قدمت أكثر من 1000 شهيد. هذا النظام الحقيقة قمعها جميعا، لأنه وراءه نظام دولي يدعمه بكل المستويات، سياسيا وإعلاميا وعسكريا واستشاري، يشكل له تحالف دولي من 70 دولة لينقذه من أعدائه على مدى 18 سنة. المجتمع الدولي عامل حاسم دكتور. نعم، أنت تتفق معي لا تختلف معي. نعم. أنا هذا رأيي، أنه المجتمع الدولي يعرف أن هناك قوى على الأرض، يعرف أن الشعب العراقي رافض لكل هذا الفساد والخراب والقتل والتدبير والنهب والتهجير، رافضه الشعب العراقي. الشعب العراقي ليس شعب عبيد، شعب يبحث عن حريته، عن استقلاله، عن 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 آفاق للتعبير عن قدراته وفكره وإبداعه في كل المجالات، فنيا وسياسيا واجتماعيا وهندسيا وطبيا وكل المجالات، البناء والإعمار، وهذه كلها مقيدة. نعم،
أنا أنت تتفق معي لا تختلف. نعم. الفكرة هي واحدة. القضية لذلك أنا أقول التركيز يجب أن يكون على الشعب العراقي. الشعب العراقي عندما خرج في 55 مدينة، نعم مثل ما قلت، أيضا تآمروا عليه. عندما خرج في ثورة تشرين تآمروا عليه حقيقة، لكن مو كل الشعب العراقي خرج في ثورة تشرين. لو خرج الموظفين على سبيل المثال وساندوا المتظاهرين لكانت الحالة غير حالة. لو قوى الشعبية كلها ساندت هذه التظاهرات، نعم، كانت تساندها بالقلب وبالدعوات البعض من عندهم، وصارت ساحة التحرير مثلا في بغداد مزار للعراقيين. لكن عندما يقفون معهم، عندما استقصدتهم الميليشيات، لم يقف معهم أحد. هذا الآن يقصده، أنه الحملة الآن يجب أن تثير العراقيين باتجاه المطالبة بحقوقهم، لأنه إذا لم تحمي حاضرك مستقبلك أيضا أسوأ. أشكرك، واضح. حاضر ومستقبل أولادك وحياة ومستقبل شعبك وبلدك في 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 يعني في كارثة كبيرة. نعم، شكرا. دكتور علي، في نقطة الدعم، دعم مجتمع دولي أمريكي للوضع في العراق، باعتقادك إلى أي حد ساهم هذا التغاضي عن الجرائم في تغاضي طبعا المجتمع الدولي عن الجرائم المرتكبة في العراق، الدعم وخاصة الدعم الأمريكي في إغراء الميليشيات والعصابات في ارتكاب المزيد من الجرائم، جرائم وجرائم متنوعة من قتل واغتيالات وتهجير وتغييب ديموغرافي وتغييب قسري وسجون سرية وقتل على الهواء مباشرة. هذا الذي يغري الميليشيات بارتكاب المزيد من القتل، لأن وراءها مجتمع دولي حشدت الولايات المتحدة الأمريكية، وممنوع الاعتراض، ممنوع اعتراض طريق الميليشيات، حتى في المنظمات الحقوقية ممنوع رفع ملف العراق حقوقيا إلى المؤسسات القضائية الدولية، محكمة الجنايات، محكمة العدل الدولية وغيرها. يعني أتصور ساهم بصورة كبيرة أستاذ ماجد. نعم. يعني اللي 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 شاف التويت مالت ستيفن هيكي السفير البريطاني في العراق، اللي غادر البوست مالته قبل كم يوم، التغريدة مالته كانت كلش واضحة، يعني يتكلم بالميليشيات اللي تقتل العراقيين، والعراق ما راح تكون إلى تقدم وتطور بوجود هذا القتل. بس هذا ما سواه هو من كان سفير بريطانيا، هذا سواه من ترك السفارة، من راحل بريطانيا. نعم. والشغلة الثانية حقيقة أنا أعتقد حتى أكو تخادم، يعني واحد مرات يشوف الوضع كل هذا، يعني عبالك أكو تخادم. من ترامب قال إذا تضربون هيجي راح نسوي هيجي، ما صار أكو قصف على السفارة ولا، يعني عبالك أكو فد، يعني ما أريد أقول أنا ما أؤمن بنظرية المؤامرة، بس حقيقة سؤالك جدا جيد. أنا أتصور المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة جدا على اللي يصير بالعراق، على الأقل بعدم المعارضة اللي هي كلش تكون المفروض واضحة. وأنا بس أحاول أعقب بصورة سريعة على كلام الدكتور رافع، حقيقة كلامه صحيح هو، بس أنا اللي أقوله أكو حكومة يعني أو أكو ناس بالعراق تملك السلاح ما عندها مانع تقتل أكثر من ما قتلت في ثورة تشرين. يعني في ثورة تشرين عندنا أكثر من 800 شهيد، أكثر من 25,000 جريح، أكثر من 700 مغيب، وماكو لحد الآن ما أتصور أكو شخص واحد تحمل المسؤولية وقال إنه فلان وفلان وفلان هم اللي تسببوا بهذه الجرائم. فالحقيقة أتصور، وإحنا طبعاً نحرص حرص كبير إنه هاي كل الفعاليات مالتنا تكون في خارج العراق. إحنا ما راح يطلعون بالوقفات مالتنا، ما راح يطلعون بالدخانيات، ولا راح يضربون كواتم، ولا راح يضربون يعني بالأسلحة. إحنا أحرار موجودين خارج العراق، فلذلك حاولنا حتى إحنا حرصنا إنه هذا ما راح نسوي فد شيء نأجج الشيء الموجود بالعراق. بس أنا أتفق ويا الأخ رافع، يعني لو الدكتور رافع، يعني لو العراقيين طلعوا مليون واحد يطلع يسقط
سقط مو بس الحكومة، سقط النظام، بس هم حقيقة تألموا كثير، يعني نتألم من الخسائر اللي صارت بالشباب، كلهم شباب بالعشرينات وبالثلاثينات، من صلاح العراقي إلى ريهام إلى إيهاب الوزني إلى هشام الهاشمي، يعني ما أقدر أعددهم كلهم، بس حقيقة هذول شافوا من حياتهم، هذول من 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 يمكن من ولدوا إلى حد هذه اللحظة هم بهذه المعاناة. فاني اعتقد المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليه كبيره باللي دا يصير بالعراق، واحنا نحاول، يعني احنا ما نريد نسوي نعارض المجتمع الدولي، بس نحاول نقول له لا، اكو عندك مجال تصحح الاخطاء اللي سويتها، تصحح الدعم اللي دا تسويه هسه انت، اكو عندهم مجال يسوون كوركشن. ومثل ما قال الدكتور، يعني تقرا تقرير امنستي انترناشنال لليونامي، كل المنظمات الانسانيه كلها تقر بوجود يعني جرائم وفساد وكوربشن، بس ماكو محاسبه. فلذلك كل العمليه تتلخص بانهاء الولايات من العقاب. نعم واضح. معا الحقيقه المدافعون عن الحكومه يدافعون عنها، معا ويانا ما اشوفها يدافعون عنها، أن الحقيقة ليس هناك من تواطؤ أو تخادم بين الحكومة والميليشيات في عمليات القتل وسياسة الإفلات من العقاب وغض الطرف والتسامح وما إلى ذلك. الحقيقة وجهة نظرهم أنه في العراق فوضى عارمة ومنها فوضى قانونية، والدولة ضعيفة وهشة، وبالتالي لا تستطيع أن تنفذ أو تطبق سياسة جلب الجنات إلى العدالة إلى القضاء. تعتقد أنه هذا دفاع وجيه، أنه ليس هناك من تواطؤ، وإنما لأنه الدولة ضعيفة الحكومة ضعيفة، ولذلك ترى هذه السياسة من الإفلات، سياسة الإفلات من العقاب، مقبول هذا الدفاع؟ زين أستاذ ماجد، يعني هو قدر على العراقيين لازم تحكمهم حكومة ضعيفة؟ يعني نعم، يعني من اللي يحدد؟ يعني من يجيك المجتمع الدولي يقدم دعم لا محدود لهذه الحكومة، والحكومة نفسها يعرف المجتمع الدولي وهي نفسها تعترف، تقول لك احنا حكومة ضعيفة، لا نستطيع مواجهة الميليشيات، ولا نستطيع محاسبة اللصوص والحرامية، ولا نستطيع إيقاف الهجمات، ولا نستطيع إيقاف الصواريخ وخلايا الكاتيوشا. زين هو قدر، يعني 40 مليون مجبورين انه تحكمهم حكومة ضعيفة او حكومة فاسدة؟ يعني من اللي يحدد هاي الاشياء؟ لهذا احنا نقول انه، وأنا هنا أحيي الدكتور رافع وهو ما اختلف هواية وياي بالطرح، يعني إذا المجتمع الدولي حاط حجة، خلينا نقول أنه يقول ماكو بديل، أنتوا غير منظمين، ماشي، شلون نجي إحنا نسقط هاي الحجة؟ خلينا نسقط هاي الحجة، خلينا نتنظم، خلينا نطرح بديل، أو خلينا نطرح فكرة، خلينا نروح يعني نتعالى كلنا كعراقيين على هوياتنا الفرعية وعلى أنواتنا الشخصية وعلى كل شيء، نتعالى من أجل الوطن، من أجل الناس العراقيين، لأنه اليوم العراقيين كلهم ضحايا، يعني ما بقى أحد بالعراق ما تعرض للقتل والتنكيل والتهجير والانتهاكات، الجميع. وبعدين المجتمع الدولي نفسه هو يشخص، يعني إحاطة الأخيرة للسيدة بلاسخار رئيسة البعثة يونامي بالعراق بمجلس الأمن، تقول لك أنه أكو مشكلة بالعراق اسمها الإفلات من العقاب، واستمرار هذه المشكلة لن تجعل من العراق بلدا مستقرا. هاي الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة بالعراق هي شخصت هاي المشكلة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كلهم يتحدثون بنفس القضية. هذا الإعلام الغربي الأمريكي يطلع كل يوم يقول لك أكو مشكلة impunity، إفلات من العقاب. إذن يا مجتمع دولي، بما أنه أنت مشخص المشكلة بالعراق، تعالوا خلينا نلقى حل. يعني أنت شلون تقول أكو إفلات من العقاب وأكو حكومة ضعيفة؟ معاً باعتقادك المجتمع الدولي على دراية كاملة بحقيقة الوضع في العراق، شخص طبعاً المشكلة، جذر المشكلة، أس المشكلة، ما الذي يمنعه من أن يقدم حل حقيقي وجدي للمشكلة في العراق، الذي طبعاً المجتمع الدولي وأمريكا جزء رئيسي من صناع هذه المشكلة؟ أستاذ ماجد، العالم، إحنا لا ننظرهم للعالم أنه هو يعني واحة ملائكية،
يعني هي الدول من كيفها تجي تشخص لك انت شنو مشكلتك، انت ليه ضايج بالعراق، شنو اللي مضوجك، خلي احل لك المشكله مالت. انت لازم، انت عليك دور، انت عليك واجب كعراقي، انت لازم تشتغل لحل مشاكلك، تضغط على المجتمع الدولي. احنا ما نقدر يعني نقول المجتمع الدولي هو مو اولويه واحنا يعني لازم بس نعتمد على نفسنا. اوكي هذا الكلام جميل، ولكن هذا الكلام مو واقعي. الكلام الواقعي يقول انه المجتمع الدولي الى قدره على تغيير الاوضاع بالعراق، الى قدره على الضغط على هذه السلطه المستبده واجبارها على انه تحترم ارواح العراقيين وحقوقهم. المجتمع الدولي عنده القدره انه يغير المعادله، ولكن المجتمع الدولي من وحده ما راح يتحرك. نعم. لازم انت كعراقي تتنظم، وكعراقي تكون عندك اهداف واضحه يفهمها المجتمع الدولي، وهو هو هو مشخصها المجتمع الدولي، وتجي تقول له الخيارات المجتمع الدولي لازم تتغير. احنا العراقيين منظمين، احنا العراقيين متعالين على هوياتنا الفرعيه، احنا موحدين، لهذا احنا راح نطلع يوم 18 تموز. نعم. موحدين في كل مكان بالعالم، حتى نقول للمجتمع الدولي عندنا مطلب واحد، هو انهاء الافلات من العقاب. لازم تغير اولوياتك تجاه العراق، مو تروح انت تصرف لي كل هاي الموارد والجهود على مود تدرب شرطه عراقيه وتدرب جيش عراقي. احنا مدى يحمينا، ما يحمينا، لهذا هاي مواردك وجهودك بل يقتل. روح اصرفها على انهاء الافلات من العقاب، اضغط على الحكومه العراقيه، خليها تطبق المحاسبه، خليها تخلق بيئه جديده للعراقيين يقدرون يخلقون خيارات. انت مو تطلب مني خيارات، اشكرك، بيئه واضح. مع دكتور رافع الفلاحي، هذه السياسه المستمره منذ 18 عام اذا ما استمرت ايضا بنفس النهج ونفس الطريقه، وهذا المجتمع لحد الان هناك دعم طبعا كبير له من اقليميا ودوليا، برايك ما هي المخاطر المترتبه على بقاء هذه الحلقه من الافلات من العقاب؟ استاذ ماجد، عندما يقوم اولئك الذين ينتهكون او يسعون لمنع حريه الراي والتعبير لدى الاخرين ويفعلون ذلك لانهم يعلمون ان لا قانون في الدوله، لا قانون في الحكومه، لانه لا وجود لقوه تردعهم، لذلك يستمرون في ارتكاب هذه الجرائم. المشكله لدينا هناك خلل بنيوي في البناء، لدينا في فكره الحكم، في طريقه الحكم، في تصريف الحكم، لدينا خلل بنيوي، وهذه مشكله كبيره، وهذه لا يحلها الا الشعب العراقي. يعني الشعب العراقي يحلها، وانا اتفق مع استاذ معن والدكتور علي على ما قالوا. نعم، على الشعب العراقي أن يتحرك، وسيتحرك المجتمع الدولي. نعم، مهم المجتمع الدولي، أنا لا أنفي أهمية المجتمع الدولي، بالعكس المجتمع الدولي، لو المجتمع الدولي سأقول لو المجتمع الدولي تحرك لإسناد ثورة تشرين لكان الوضع الآن غير شكل. هذه حقيقة، حقيقة ثابتة، لكن هذا المجتمع الدولي لا يتحرك الا ما عندما يرى الموجه الكبيره. دكتور بس سؤالي الوقت جدا ضيق، اخطار مترتبه على بقاء الافلات من العقاب؟ ستبقى الفوضى وسيبقى القتل وستمر الاجرام، لانه الكل الافلات يشجع على تكرار ارتكاب الجرائم، والجرائم ستستمر والقتل سيستمر وستكبر المقابر. أشكرك. في العراق ستكبر قضيه هجره العراقيين وهروبهم الى الخارج وفقدانهم لحياتهم وحقوقهم. شكرا. هذه الحقيقة، وسنفقد العراق بالتالي. أشكرك دكتور علي. يعني هل ثم رهان كبير على حملة الناشطين العراقيين لإنهاء الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وذويهم؟ تعتقد هناك رهان كبير؟ حقيقة المبدأ إنهاء الإفلات من العقاب الكل يتفق عليه، ما أتصور أكو شخص بالعالم واحد عراقي أو غير عراقي يختلف على هذا المبدأ، لازم إنهاء الإفلات من العقاب. اللي راح يكون معارض لهذا هو يا أما قاتل، يا أما فاسد، يا أما مستفيد. يعني هذول الثلاثة هم اللي راح يكونون أتصور حجر عثرة بجهودنا. بس أنا أعتقد بالتأكيد نعم أكو أمل كبير. نعم. وبالتأكيد إحنا راح نسوي هالشيء أفضل من السكوت ونندب حظنا ونقول لا تفكها مدبر بالتأكيد. نعم. معا كلمة أخيرة لك، هذه الحملة إن شاء الله تثمر عن شيء، هل في النية أن تطور هذه الحملة إلى ممارسة أخرى مختلفة، حملة أخرى مختلفة، يعني رسمية، حملة رسمية؟
هناك خطوات بدأنا نشتغل عليها. طبعا ابتداء عندنا المسيرات والوقفات بعدد كبير من عواصم ومدن عالمية، في الولايات المتحدة، في استراليا، في كندا، في أوروبا. هذه ستكون البداية. بعد ذلك ستكون هناك خطوات، واحنا ذاهبين باتجاه مؤسسة هذه الحملة، ذاهبين باتجاه انه يتحول الى عمل منظم وعمل كبير. لاول مرة يمكن العراقيين سيكون لهم كيان ضاغط خارج العراق يعمل على ايصال اصواتهم. وانا اقول بانه هذا الوضع الشاذ بالعراق سوف لن يستمر. كرة الثلج بدأت تنحدر من أعلى التل. شكرا لزميلنا الأستاذ معن الجيزاني الصحفي الاستقصائي العراقي، كان معنا عبر سكايب من واشنطن. وشكرا أيضا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي أيضا عبر سكايب. وشكرا أيضا للدكتور علي الخفاجي الطبيب العراقي المؤازر والمساند لثورة تشرين، وكان معنا عبر سكايب من بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.